إلى كريم أحمد ومعاه عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ طارق أنديل على أرض الحدث. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الأهلي، بنجدد التحية ليكم من شيخ زايد، من مشروع القرن، من استاد النادي الأهلي اللي إن شاء الله بإذن الله هيظهر للنور بمشيئة الله لكل جمهور النادي الأهلي. أمور عديدة جدا هنتكلم فيها طبعا مع الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. اللي في البداية طارق بنوجه لكم كل التحية والتقدير والشكر الكبير جدا على المجهود اللي بيبذل، بناء استاد، بناء مجمع رياضي، بمتحف، بمستشفى، بمدرسة، ده مجهود كبير محتاج تخطيط، محتاج صبر في ظروف كانت صعبة جدا. طارق بيه، حابب تقول النهارده على اليوم العظيم ده لكل جمهور النادي الأهلي؟ اولا الحمد لله فضل عند ربنا كبير، النهارده يوم من ايام الاهلاويه ويوم من احلام من ايام الرياضه في مصر بصفه عامه، يعني ان النادي الاهلي الحمد لله يتمكن من الاعداد لانشاء مدينه رياضيه متكامله تضاهي المدن الرياضيه اللي معموله في اوروبا وفي دول تانية على قدر كبير قوي من التقدم، فده حاجه رائعه. الخطوات دي كلها الحمد لله خدت من بدايتها من اول ما دخلنا الدوره اللي فاتت المجلس، ان اتعمل كان كابتن محمود الخطيب اصر ان اول مهمه لينا نعمل اللائحه، فاتعملت اللائحه في 2018 وكانت اول لائحه يضعها ابناء النادي الاهلي. اللائحه دي كانت فيها بتسمح بانشاء الشركات، دي كانت الخطوه الاولى. تلاها حاجات كتيره جدا، مجهود كبير قوي بقياده كابتن محمود الخطيب عشان موضوع الاستاد على مدار كل السنوات الماضيه، اللي الحمد لله يعني تمخض في النهايه على ان شاء الله على المشروع المتكامل ده اللي ان شاء الله هيكون ضره للاهلاويه كلهم وحاجه واجهه جميله وبدايه حلوه قوي للمجتمع الرياضي نفسه في مصر. شايفين تجهيزات عظيمه جدا الحقيقه، ولسه كمان هنشوف مع انطلاق المؤتمر طارق بيه، ده يدل على قيمه النادي الاهلي الكبيره. النادي الاهلي لما يطلع ويعمل استاد ويعمل مؤتمر لابد يكون بهذا الشكل العظيم اللي فعلا يليق باسم النادي الاهلي. بتشوف المجهود الكبير ده ازاي وبتشوف الترتيبات ازاي طارق؟ هو زي ما حضرتك تفضلت، هو دايما كل حاجه على قدر النادي الاهلي، على قدر وقيمه النادي الاهلي، اللي هو زي الشغل جوه النادي الاهلي، لما بتيجي تعمل حاجه بتوزع الملفات على المختصين، نفس الحكايه لما بتيجي تعمل ايفنت او تيجي تعمل حاجه تليق باسم النادي الاهلي بيتم اسنادها للمتخصصين فيها عشان تطلع بالصوره اللي ترضي جماهير واعضاء النادي الاهلي وتعبر عن مصر. شكرك يا فندم، شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه للاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الكل سعيد النهارده، الكل الحقيقه عارف قيمه هذا اليوم العظيم. هنشوف زي ما بنقول اشياء كثيره جدا هتسعد كل جمهور النادي الاهلي، مش عايزين نحرق الامور دي لان احنا كلنا منتظرين ان شاء الله زي ما بنقول مع بدايه المؤتمر والاعلان الرسمي على المجمع الرياضي بشكله وبكواليسه بالمقاعد بالمرحله الاولى هتنتهي ازاي بالتكلفه بكل الامور دي. الحقيقه جمهور النادي الاهلي محتاج ان هو يسمع ومحتاج ان هو يشوف ومحتاج ان هو يشوف القيمه الكبيره الحقيقه الكابتن محمود الخطيب في هذا الامر.